قد المحب يا عين رح تفرح معانا الناس لو كان العمر عمرين ما فرقت معانا يا ناس وعد المحب يا عين رح تفرح معانا الناس واللي ضمير انعدم رح تخطف الأيام يغرق في بحر الندم يفقد معه الأحساس يا ريت لما تشوف ننسى زمان البحر نمشي بطريق نروح يا ريت عنا صبر عدني لما تشوف ننسى زمان البحر نمشي بطريق وردي بحضنه تنام واللي عصر قلبه الألم واللي تعب واللي انظلم واللي انكتب واللي انعمل بكرة تشوفه كاسة شاي لأحلى معلمي أبو عزو. معلمي ليش على طول شاي؟ ولا كنت ساوي لك فنجان قهوة روقت أعصابك فيه؟ القهوة بتجيب لي العصبي، من غير شي بشوفك أنا بيجيني داء النقرزان، شلون بدي أرجع أشرب قهوة؟ أمرك معلمي أنا تفضل. إيه عم تور؟ اليوم لا تنسى تعمل اللي اتفقنا عليه. شو قصدك معلمي؟ شو لازم اعمل؟ شو باخرك بهين؟ شو نسيت موضوع سرقة الدكان؟ قصدك دكان ابو عارف؟ ايه بس مو دكان ابو عارف. دكان مين لكان يا معلمي؟ دكان ابو حدو السكافي. دكان ابو حدو السكافي يا معلمي؟ لك ايه ابو حدو السكافي. شو ما عم تسمع؟ معلمي طبعا شو بدي اسرق من عند ابو حدو السكافي؟ سكربينة؟ شو ما بتلاقي بوشها؟ اشي المحل كلياته. يا معلمي ابو عزو هي رح تنحسب سرقة وتنحسب. ليش ما نضرب ضربة أكبر منها؟ بنسرق دكان ابو عارف. انت بتعمل اللي عم قلك عليه وبس. انا ما بيهمني شو بدك تسرق. انا اللي بيهمني انه ابو حدو ما عاد يقدر يرجع يفتح الدكان. ونحط السرقة بظهر شحرور. هذا المهم. والله يا معلمي ابو عزو ما عاد عم بفهم عليك. لك إن شاء الله عمرك ما تفهم. اليوم بتنهي هالقصة وبتضرب دكانة أبو حدو. مشي معلمي مشي. خلص رح نضرب دكانة أبو حدو. بري عليك عنتور. بري عليك. العمى يعني ما لقى غير دكان أبو حدو السكافي المعدر لحتى يسرقها. عنتور تعال قديش تعال تعال طلع على هالميلاني ضعفان شوي يمكن تعال. يا
تيسير علي يا خالي، ليش هالخنجر بإيدك؟ مشان قتلك فيه. تقتلني؟ ليش بدك تقتلني خالي؟ بدي اخذ بتار ابي منك. فوت خالي فوت، احسن ما يشوفوك الدرك حامل الخنجر وياخذوك على الفرن. هاي خالي ليخني شحني قدامك، ضربني وقوي ضربتك بقلبي مثل الدواء. فشخلك حبيبي فشخلك. ليش قتلت ابي يا خالي؟ ليش؟ ورحمة الأولياء والصالحين انا ما قتلته. انا بريء من دم ابوك يا تيسير، ويشهد علي ربي يا خالي. بس امي قالت لي انك انت اللي قتلته. الله يصلحها، امك ما عم تصدقني ما قتلته. خالي لي ليش لقتله؟ حدا بيقتل جوز اخته؟ لك انا كنت حبه مثل ما بحبك وبحب امك وبحب اخواتك. لك انا ليش حبسوه؟ ظلم يا خالي ظلم. ان شاء الله بعمرك ما بتشوف الظلم. ضليت 10 سنين قاعي وعم يحاولوا معي وهي ليكني قدامها. اذا مو مصدقني قتلني. انا بحبك يا خالي بحبك. وانا عندي اياك مثل ابني وبحبك اكثر منك. طول اخوكي تيسير. ليش لوين راح؟ قال عطيني مصاري بدي روح اشتري من الحارة هريسة. ايه بيكون شاف شي حدا من رفقاته والتهمه. ان شاء الله ان شاء الله يكون عادي يا مو. اكثر من مره بعته على الحارة يجيب لنا اغراض وبيتعوق، يعني هي ما اول مره. كله خير. شلون اختي؟ تركتها باوضتها عم تبكي. الله يسامحك يا مو كيف ضربتيها. لا على قلبي عليها. والله ما بعرف شو صار لي. جنجتني عليها لما دريت انها راح لبيت خاله. ايه يا مو بس بدك تطولي بالك عليها، يعني الا ما يجي يوم وتعرف انه خاله مزنه. اخ يا زعبي. يا ريتك يا اخي مو انت اللي قتلت جوزي. يا ريت. بدي اياك تطلع بضاي وبتحب الخير للناس، هيك قال ابوك. لا انا بدي اصير قبضاي مثلك. لا خالي لا، تطلع قبضاي لابوك. ابوك كان قبضاي كثير والناس كلها تهاب. هيك كان ابي؟ ايه، وكان يريد الخير لكل العالم، وكانت كل الناس تحترمه وتحبه، وكان كريم ما له بخيل. مشان هيك بدي اياك تطلع له. يا ريت امي صدق انك بريء، ما كانت ضربتها لصبريه. ضربت صبريه؟ ايه خالو ضربتها. امتى الحكي؟ هلا من شوي خالي. لا هيك تظنيه زودة كثير. قوم خالي قوم. امشي نروح لعندكم على البيت بدي اشوف امك. تعال خالي تعال. والله الحركة اللي عملها أبو حمدي حركة تمام. زباين الحمام صاروا أكثر من الأول. والله قصتك يا أبو حمدي راح تعطي النتيجة اللي بدك إياها. إي والله. شحرور شحرور وين كنتوا لا تيسير؟
خالي أبو حمدي؟ خالي؟ أبو حمدي؟ شلونك سعدية؟ والله من الله منيحة. قول خالي بي. شلونك اختي؟ ولك عين تجي لبيتي؟ لبيتي اللي قتلته؟ الله يسامحك، ما راح اقول لك غير الله يسامحك. لهلا ما كنت تقتنع اني ما قتلته، ورحمت ابوك ما قتلته. كذاب كذاب، اطلع من بيتي اطلع. انا ما بدي ولادي يشوفوك، ولا بدي احكوا مع قاتل ابوهم. نظميه، والله لو ما كان ابوك موصيني فيكي كان في حد يستاهل معي. نسيتي قديش وقفت معي، نسيتي قديش كنتي تشكيلي، نسيتي قديش وقفت بوشه لقبت يصير وتخانقت معه كرمالي. كل هذا نسيتي ومشان هيك قتلته؟ استغفر الله العظيم. لك اختي شو صاير له لعالي؟ شو صاير له؟ لهلا ما كنتي تقتنع اني ما قتلته؟ هاتي المصحف الشريف لحتى احلف لك عليه اني بريء من دمه. طلع من بيتي ابو حمدي، اطلع من بيتي احسن ما اروح اشتكي عليك للكركونة. هذا اللي طلع معك شو علي؟ بس رح يجي يوم تتاكدي. ليش ما بدكم تصدقوا؟ ليش؟ انا لازم روح لبيت نظمية وشوفها وقعد عندها إثبات وجود لبين ما عنتور يسرق دكانة أبو عدو. هيك بيكون أحسن شيء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلي أبو حمدي، أهلي. شرف شرف عمي، شرف شرف. شباب ناطرينا. يا كريم يا كريم، يا والله يا كريم. الله يقويك يا ابو حمدي. امبارح وصلنا، شلون اهله لهذا الولد؟ تعبوا عليه وربوه. صحيح ان حالاتهم على قدهم. كأنه تأخر اخي ابو معروف. ايه تقبريني، ابو معروف بده يتاخر بالحمام لانه الحكواتي عم يحكي حكايه عنده. بعد ما سكروا القهوه اصر ابو حمدي يكمل حكايته بالحمام وابو معروف وافق. ايوه. طيب مرتخي، بتجيبي لنا انت حكواتيه؟ تقبريني، حكواتيه للنسوان؟ ايه هن بيضلوا بالساعات بلتوا وبيعجنوا، كيف اذا جبنا لهم حكواتيه على الحمام؟ ايه ما بيطلعوا من الحمام بنوم بساعتها. لك ايه والله مزبوط. تقبريني يا صالحه، قومي اعملي لك كاسة بابونش لعيوني. لك ان شاء الله بتقبريني وما يحرمني منك يا حق. وبإذن الله بكره بنكمل الحكاية. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله معه ابو حمدي. الله يسلمك يا ابو معروف. شعرور؟ شو وين شعرور ماني شايفه؟ والله ما بعرف يا معلم، قال لي واصل مشواره وراجع. ايه شو علي؟ روح شوف شغلك اللي يرضى عليه. ايه بأمرك معلم. الله معه ابو حمدي. يا ابو اسعد. اهلا يا معروف. لك اشتبك هالشاي اللي قدامك، بردت يا ابن الحلال. وحزات اضربيها يا مش. والله اللي بده يكسر كلمتي ويروح من قفا ظهري لبيت قتال القتله ما عاد ارضى عنه، لو شو ما بده يعمل بعد هلا. حتى لو انا استاذنتك يا مو. ليش انتي عم تضربي تروحي لعنده كمان؟ اذا بتسمحي. لا ستي ما بسمح بنوب بنوب. بس ولا كلمه، احسن ما اغضب عليكي انتي الثانيه مثل ما غضبت على صبري.
وكمان مو مستاهلة تقلعي خالي من عندك. ستي حلقت احسن ما قلعك انت الثانية مثله. لا لا تقلعيني من غير شيء، انا مكسورة الخاطر وعم بيجي لعندك بطلوع الروح. اذا كان كلي هوا واسكتي. حاضر. ايه بس اكيد في مين علمها تزور بيت القاتل. مين بتقصدي؟ سعدية. انتي والله ما قلت لها تروح على بيت خالي؟ ايه صدقتك. انا عم بحلف بالله اني ما طلبت منها تروح على بيت خالي، ليش ما عم تصدقيني انت الثانية؟ ايه والله والله اذا بتبلعي ورق المصحف ما بصدقك. شنو انت الك هيك حركات؟ انا الي هيك حركات؟ ايه انت. وبشو كذبت عليكي يا خانو؟ قلتي انه بيت حماكي بدهم اياكي تاخدي حصتك من ورثة ابوكي، وهني ما فتحوا تمن ولا بحرف. ومين قالك هالحكي سعدية؟ والله تضايق ام فهمي. يا اهلين وسهلين ومرحبتين بام فهمي، تفضلي تقبريني تفضلي. بالمأهل قدرتي شو صاير بالحارة يا ام معروف؟ لا والله ما دريت، منين بدي ادرى؟ لا طلعة ولا فوتة، شوفت عينك بهالبيت، خير شو صاير؟ دكانة ابو حدو السكافي. ابو حدو السكافي؟ ايه ما غيره، يلي كان مستأجر دكانة ابو تيسير، جوزها لنظمية الله يرحمه. ايه شبهه؟ انسرقت. انسرقت؟ امتى؟ امبارح بالليل. يبعت لي حما على هالمعتر، ما لقوا يسرقوا غير دكانته، يبلى ايديهم بالقطع يا حق. شايفة يا ام معروف؟ ما ضل في امان بنوم. ايه والله يا ام فهمي معك حق، حتى الواحد ببيته ما عاد امن على حاله. من امتى نحن دخلك كان يصير عنا سرقات بالشام؟ اه من امتى؟ ستي الله يعوض عليه، احترق قلبي عليه، بس كبارية الحارة ما رح ينسوه، رح يساعدوه. هي عوايد اهل الشام يا ام فهمي، كلهم نخوة. دخلة؟ عرفتيني لجوزك ابو معروف لغى دور النسوان؟ ايه عرفت، وإلك عندي خبرية يا ام فهمي رح يسحل عقلك منها. شو هالخبرية هي؟ جوزي أخذ الحمام اللي بأول الحارة وقال بده ينفضه ويعمله خص نص للنسوان من الصبح للمساء. بالله عم تحكي جد؟ مثل ما عم قلك ام فهمي، هو أخده من صاحبه وبده يشغله بعد ما ينفضه، يعني حركة أسبوعين ثلاثة. ايه كتير منيح والله، هي خبرية حلوة هيك، لا بيتضايقوا الرجال ولا بيتضايقوا النسوان. واحذري شو الخبرية اللي رح يسحل عقلك منها؟ خير؟ شوفي احكي نطفتي لي قلبي. حذري مين رح تكون معلمة بحمام النسوان؟ ايه اكيد ام اسعد يلي كانت بالحمام. لا ما حذرتي. مين لكان؟ انا. انتي؟ انتي انتي؟ ايه انا رح صير المعلمة. ابو جوزك يعني؟ جوزي هو اللي قال لي هالحكي، بده ياني استلم حمام النسوان. يا والله خبرية بتطير العقل. بس انتي عم تحكي جد؟ والله هو هيك قال لي، حتى اسألي صالحة. ها رح نادي لك ياها. لا خلص لا تنادي لحدا، مصدقتك مصدقتك. والمسكين ابو حدو نعمي على قلبه. والله يوفقه الحرامي، قشل له كل المحل، لك ما خلى له شيء بمحل. العمى العمى بقلبه العمى اذا الحكي صحيح، لك ما لا غير محل ابو حدو يسرقه. الله يعينه هالرجال، لك فوق همه سرقوا له محله. الله وكيلك اليوم شفته، ايه وشه ما عم يتفسر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومين سرق الدكان؟ وإمتى سرق؟ السرقة صارت امبارح بالليل. اليوم الصبح إجا الزلمة على محله، لقى القفل مكسور والدكانة عم تصفي. شو هاد؟ من زمان ما سمعنا عن سرقة عندنا بالحارة. مزبوط كلامك أبو معروف. أهلين أبو عزو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة أبو عزو عليك. تفضل تفضل. شلونك أبو شهاب؟ من الله منيح، بس البشر اخ. شلونك ابو معروف؟ احلى ابو عزو، نورت الحمام. الحاره ما كان في اهدب منها، وسرقه ما عندنا بنوم، بس من يوم ما رجعت العواطليه على الحاره بلشت السرقه. عن مين عم تقصد ابو عزو؟ عن مين يعني؟ عن ابو حمدي وهذا العواطلي اللي معه. قصدك شحرور؟ اي نعم. امبارح في جماعة شافوه هو عم بيحوس حوالي دكانة أبو حدو. مينو هدول الجماعة؟ مو المهم مين اللي شافوه، المهم شو كان عم يعمل جنب دكانة أبو حدو امبارح بالليل، وقت اللي كانت العلم مجتمعة هون عندك بالحمام كلياتها، وعم يسمعوا لقصة هذا أبو حمدي. مظبوط. امبارح شحرور طلع من الحمام، غاب حصة منيحة. إيه. بعدين رجع. والله مظبوط. ما سألته هيك؟ لا والله يا ابو شهاب ما خطر لي. اي سيدي مبينه، والانكى من هيك راح على دكانه ابو حدو هالمسكين، ما راح على دكانه عليها الطعمه وسرقها، ما لقى غير دكانه ابو حدو اللي عم يطعمي منها عياله.
ايوه على كل الوقت اللي بيجي شحرور على الحمام راح اساله وشوف وين كان. شو تشربوه؟ شاي. وانا شاي. شاي يا زعرور. فايلك شحرور بدي اسالك امور عم يبحثي امور. بعرفت انك تركت الحمام قبل ما اكمل الحكايه. اي والله يا عم ابو حمدي، اجا واحد على الحمام من الحاره اللي كنت ساكن فيها، كان عم يدور علي. شو بده منك؟ جاي يخبرني انه عمي اعطاك عمره. لا لا لا، عمك ما غيره اللي حكيت لي عنه؟ اي والله يا ابو حمدي، عمي ابو صبري ما غيره، توفى من يومين. الله يرحمه، الله يرحمه برحمته وان شاء الله العمر لك. وانت مو ناوي تروح الحاره مشان ما تعمك واولادها؟ طبعا بدي روح، ولو بضل هذا عمي. هلا بخلص فطوري وبقول عند معلمي ابو معروف وباخذ اذن منه. ما في داعي، انت اتكل على الله وانا بخبر ابو معروف. ناوي ترجع بعدين لهون على الحاره ولا لا؟ ايه طبعا بدي ارجع، اصلا انا بالحاره هونيك مالي حدا ولا حدا بتذكرني. روح ربي ييسر لك، خلص امورك وارجع بيت بيتك. ليش ابو حطوا بعد مفتاح الدكان؟ شبكي السعدية؟ ليش واقفة عندك؟ مين كان على الباب؟ هاد ابن ابو حطوا يعني بعد مفتاح الدكان. شو؟ ابو حطوا بعد مفتاح الدكان؟ ليش؟ هي المفتاح. قال بيقول ابو خذوا مفتاح الدكان لأنه هو ما بقى يقدر يفتحه. وليش بقى؟ شو صاير؟ والله ما بعرف. هيك قال الولد وراح. شي شو صار له؟ مع انه كان بده يجدد عقد الدكان وطاير عقله فيها. سبحان الله يا ياما، تقولي هالدكان من نصيب ابن عمي؟ وشلون بقى؟ يعني قديش قال بده هالدكان مشان يفتحها ويشتغل فيها؟ شحة اجت على رجليها. سدي لي حلك هلا وسكري لي عن باقي. انا بروح وبفهم من ام حدو شو صاير. ايه مثل ما بامرك ياما. ايه روحي هلا انت وحدك، روحي ضبطي لي بيت المونه وشوفي شو عنا نواقص، حاكم الشتوية على الابواب. حاضر ياما. معقول يكون ابو عزو سمعوا لابو حدو شي كلمه هيك او هيك لحتى الرشاش بعد مفتاح الدكان؟ معقول؟ معقول يكون شحرور عاملها وسارق دكان ابو حدو؟ بس والله باين عليها هالشاب ادمي. بس وينه لهلا؟ ما بين ولا اجى على شغله. وينه؟ زعرور؟ زعرور؟ نور معلم. الله يرضى عليك. بتنط على بيت ابو حمدي بتشوف لي شحرور ليش ما اجى لهلا على شغله. يا مرحبا معلم. السلام عليكم. هاي عم يا ابو حمدي. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. علي ابو حمدي تفضل. علي مشكلك تفضل تفضل. ابن حلال والله خير ان شاء الله. كنت بدي ابعت زعرور لعندك على البيت. ايه شحرور ليش لهلا ما اجى على شغله؟
بفك أمل